السلام عليكم. التفكير النقدي نتاج نشاط عقلي يقوم على التحليل والتفسير والتفكير المجرد، فهو بذلك جهد ذهني خلاق. ويرى خبراء تربويون وباحثون أن إدراج التفكير النقدي في المنظومة التعليمية العربية من شأنه أن يخلصها من التعليم بالتلقين ومن التلقي السلبي عند الطلبة. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نبحث مفهوم التفكير النقدي وأهميته وكيفية تدريسه وتنميته بين الطلبة والشباب العرب، كما نتطرق في الحديث إلى كيفية التوفيق بين النقد كخاصية للتفكير عند الشباب وبين التسليم بما هو ثابت في الثقافة العربية والإسلامية. أهلا بكم. ينضم إلينا عبر سكايب من القاهرة الأستاذ أحمد عبد الباري المستشار التعليمي، كما يشاركنا الحوار أيضا في هذه الحلقة عبر سكايب من الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أستاذ أحمد، يعني يفهم من التفكير أنه نشاط عقلي، لكن ماذا لو أضيف إليه قيد النقد؟ يعني ما المقصود تحديدا بشيء من التفصيل بمصطلح التفكير النقدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أحييك أستاذ جهاد وأحيي ضيوفك الكرام وكل القائمين على هذا البرنامج القيم الفعال. هذا الموضوع جد خطير وفي غاية الأهمية، وهو موضوع الساعة وكل ساعة، موضوع التفكير النقدي. التفكير، هناك التفكير، لو قلنا هناك تفكير مجرد وهناك تفكير نقدي، بمعنى أنه أن الإنسان يتقدم إلى مرحلة أخرى أعلى من مجرد أنه يعني يقوم بالأساسيات، إنه ينتقل من عالم الأساسيات إلى عالم أكبر من ذلك، إلى درجة ومستوى تفكيري أعلى، إنه يبدأ في تمحيص الأفكار، يبدأ في هذه الافتراضات أو هذه الأساسيات، يبدأ أولا في معرفتها، هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية إخراجها، بمعنى أنها كانت مستبطنة أو كانت غامضة أو كانت مخفية، يبدأ بكل وضوح وجلاء في إظهارها، ثم بعد ذلك يبدأ في تنقيح وفي تصحيح أو في مراجعة أو في البحث عن التعليلات وراء هذه الافتراضات. هل هذه الافتراضات فعلا حقيقية أم هي مدعاة؟ هل هي تنتمي لعالم الحقائق واليقينيات أم أنها يعني يعتبرها ما يعتبر أي فكرة من الشك إلى غير ذلك؟ هذه هي المرحلة المهمة، فهي مرحلة أعلى، لذلك هي تصنف من مهارات التفكير العليا أو ما يطلق عليه الكريتيكال ثينكينج. هي مرحلة متقدمة جدا من التفكير، وهذه المرحلة هي هناك من المهتمون بالتفكير الإبداعي يجعلون التفكير النقدي هو أيضا يجعلونه جزءا من التفكير الإبداعي. لماذا؟ لأنه لا يقف فقط عند مستوى أنه يقيم الآراء أو أنه ينقح أو أنه يصحح أو أنه يعلل أو يبرر أو غير ذلك أو يقلب وجهات النظر، بل أنه يتخذ ذلك وسيلة لاتخاذ القرار لحل المشكلات. هنا ينتقل إلى درجة أعلى، درجة أعلى من التفكير. لذلك لو سمحت لي حضرتك، إن عندنا مثلا في التعليم هناك سلم بلوم، سلم بلوم أو تصنيف بلوم، هذا في غاية الأهمية، ودائما يتم تقييم الطلاب على أساس هذا السلم في أغلب المدارس. سلم بلوم يبدأ بالمهارات الأساسية، عندنا مثلا مهارة التذكر أو الحفظ، ثم الفهم، ثم التطبيق، هذه تسمى المهارات الأساسية الثلاث. بعد ذلك ينتقل إلى المستوى الأعلى وهو التحليل والتركيب والتقويم، ومستوى التركيب نفسه هو يشتمل على المستوى الإبداعي. فهذا السلم في غاية الأهمية. لماذا؟ لأننا عن طريق هذا السلم نستطيع أن نجعله معيارا لتقييم فهم الطلاب ومدى تحصيلهم الدراسي وحصولهم على المعارف ومدى
رسوخ هذه المعارف لديهم ومدى القدرة على توظيفها. كما يقول أحد مؤرخي الغرب الكبار ويسمى روبرت فيلنت، يصف ابن خلدون، يقول ابن خلدون لم يأتي بتاريخ جديد، لكن ابن خلدون استطاع أن يوظف وأن يستخدم ما كتبه المؤرخون العرب في مستويات عليا، أنه يستنبط منها القوانين ويضع قوانين للعمران وقوانين لنهوض الدول والحضارات وسقوطها إلى غير ذلك. هذا هو المستوى العالي جدا، المستوى الإبداعي. لذلك قامت مئات الدراسات الأوروبية على فكر ابن خلدون. لماذا؟ لأن ابن خلدون ساهم مساهمة كبرى وكان مستواه الفكري أعلى من عصره، للأسف الشديد عصر المسلمين. كما يقول العلامة مالك بن نبي رحمه الله، قال إن مستوى يعني ابن خلدون كان أعلى من مستوى عصره. لماذا؟ لأنه تجاوز بالتفكير مستوى عصره. الخشية أن يكون، وهذه المفارقة التي يعني جاءت في خاطري اليوم، أن يكون مستوى ابن خلدون أكبر من مستوى عصرنا نحن، أقصد المسلمين. هذه تكون مشكلة وقضية كبيرة. طيب، في الخرطوم أستاذ غسان، يعني هذا الحديث ربما يعني يذهب بنا إلى التمييز بين ما هو فطري وما هو مكتسب. هل التفكير النقدي هي مسألة فطرية أم أنها مسألة مكتسبة ويمكن بناؤها بناء على التجربة والممارسة؟ شكرا أستاذ جهاد، شكرا جزيلا لهذا الاستضافة والقناة الكريمة أيضا وبرنامجك المهم الكريم. أنا حين استمعت لتعبير التفكير النقدي وأن يدمج في المناهج، أول سؤال طرح أو طرحته على نفسي، هل المناهج نفسها خاضعة لهذا المعنى النقدي؟ بمعنى أنه إحنا نتحدث عن أنه نريد أن نعلم الطلاب كيف يفكروا نقديا، فهل ما يدرسونه من الأساس هو أيضا قد خضع لهذا المعنى النقدي، أي بأن هذه المناهج نفسها قابلة بأن تملك هؤلاء الطلاب هذا المعنى النقدي؟ ولعل الإجابة أن العرب أمام الحصان كذا، يعني أم الحصان أمام العرب. بالعودة للسؤال، الموضوع متعلق بقضية العقلانية، وقضية العقلانية هي ليست فقط تجد تجلياتها في معنى التعليم، وإنما هي واحدة من مظاهر السلوك الاجتماعي لأي مجتمع. وإذا طبقنا هذا الأمر على المجتمع العربي، علينا أن نعترف بأن هناك تراجعا كبيرا في مستويات العقلانية نفسها كآلية وكأداة للتمييز، ولعله هي الأداة الرئيسية في التمييز النقدي يعني وكذا. ففكرة أن نريد أن ننشئ مناهج نقدية حتى نطور آليات التفكير، أنا في تقديري أن هذا الأمر يعني بالضرورة يحتاج قبل أن نفكر فيه أن نفكر من الأساس حول حتى أستاذ غسان، حتى لا نسبق الحديث، يعني ربما هذا سيأتي حينه، لكن ما زلت مهتما بمعرفة إذا ما كان التفكير النقدي قضية فطرية أم قضية مكتسبة تأتي بناء على الميراث والتدرب. هو قضية العقلانية في النهاية هي واحدة من مناهج التفكير، وبالتالي هي مكتسبة واكتسابها من أكثر من مظان، يعني ممكن يكون من الأسرة، ممكن يكون من مناهج التعليم كما تفضلتم الآن، ممكن يكون من الإعلام، ممكن يكون من كل مظاهر الظاهرة الاجتماعية. وبالتالي هي مسألة دربة وتكييف وتعليم وتدريب وتمرين على كيف نستخدم الأفكار أو كيف نتعامل من الأساس مع الأفكار. يعني هل أفهم من كلامك أن كل فرد بذاته قادر على أن يكون يمتلك خاصية التفكير النقدي؟ إذا كانت الظاهرة الاجتماعية قائمة على هذا المعنى، نعم، بطبيعة الحال سيكون هذا جزء من السلوك المعرفي للمجتمعات. ولذلك أنا قلت قبل قليل، قبل أن تقول أن هذه يعني هذا محور قادم، أن السؤال الأهم من هذا كله، هل المجتمعات نفسها تقوم على معنى نقدي؟ حتى أن نتحدث عن عقلانية ما ندربها نملكها. وهناك مشكلة أنا أيضا أظن، إذا سمحت لي، مسألة أن تصنع مناهج نقدية، هذا أمر يحتاج إلى تعريف كبير. التعريف الذي يكتب الآن حول critical thinking هو تعريف تجريدي للغاية، وكأنه يريد أن يطبق معنى واحد في التفكير وطبيعة واحدة في الوعي على كل المجتمعات. لعل الأمر أيضا يشبه شكل من أشكال هذا التعميم على الكل، هذا التعميم العولمي الجديد. لذلك فكرة أن المجتمعات العربية تحتاج إلى تفكير نقدي، نعم. الظاهرة الاجتماعية العربية تحتاج إلى تفكير نقدي، نعم. هل هي مكتسبة؟ بطبيعة الحال هي مكتسبة. هل تعلم؟ أي بمعنى تؤتى مناهج جاهزة
يمرن الناس ويدربوا على استخدام هذه الأدوات، هذا أمر فيه شك في تقدير يعني. طيب أستاذ أحمد، في القاهرة يقول الخبراء التربويون ويقول الباحثون إن التفكير النقدي اليوم هو أحد أهم شروط الارتقاء الإنساني والمجتمعي، ما مدى موافقتك على هذه المقاربة ثم لماذا؟ نعم، لأنه طبعا التفكير النقدي هو يعني وسيلة إلى إنشاء المجتمعات المتقدمة والتي يعني تحتل مكانة حضارية، وأيضا التفكير النقدي هو الذي ساهم في هذه النقلة التي انتقلها مثلا الغرب، تمام؟ فنحن نجد أن إذا كان ديكارت قال أنا يعني أفكر إذن أنا موجود، هو ربط الوجود بالفكر والفكر بالوجود، فهو في غاية الأهمية. عندما انطلقت بعد ذلك النهضة الأوروبية انطلقت من هذا الأساس. طيب لما نجد النهاردة يعني في عصرنا الحالي نجد أن الوظيفة ارتبطت بالمعرفة، فأصبح من شروط التوظيف الآن موجود في أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، نجد عنصر المعرفة في غاية الأهمية، توظيف المعرفة في غاية الأهمية بالنسبة للموظف. لم يعد الموظف أو الذي يؤدي عمله هو ذلك الذي يعني يدور في حلقة معينة أو أنه يؤدي أشياء روتينية، بل أصبح الآن الإبداع داخل في ضمن ما يسمى مهارات القرن 21، الإبداع، التواصل، حل المشكلات، افتراض المشكلات المستقبلية وافتراض الحلول لها كذلك، فهو في غاية الأهمية للمجتمعات. فأصبح التفكير النقدي أو التفكير الناقد مرتبط بقضية التنمية على جميع الجهات. فلا شك أن هذا التفكير وهذا العلم هو في غاية الأهمية، التدريب عليه في غاية الأهمية لنهضة المجتمعات إلى غير ذلك، ولا يقتصر ذلك على العنصر مثلا الاقتصادي فقط، بل إن التفكير الناقد هو جزء من شخصية الإنسان السوية، إنه يولد الثقة في نفس الإنسان، فهو مطلب إنساني وهو مطلب اقتصادي وهو مطلب دولي ومطلب نهضوي ومطلب تقدمي. لكن هذه الظاهرة هذا النشاط العقلي الذي يسمى التفكير النقدي أستاذ أحمد، يعني كيف ظهر، كيف نما، كيف بدأ أو اكتشف هذا النمط من التفكير، هذا المنهج؟ طبعا هناك تطور تاريخي بالنسبة للتفكير النقدي. مثلا سقراط عند الغربيين، كان سقراط والفلاسفة اليونانيون ومحاورات أفلاطون مع الفلاسفة كانوا يتعرضون لمثل هذه الأشياء وهذه القضايا. لكن بعد ذلك بدأت تأخذ، يعني كانت كما يقول الأستاذ العقاد، كان التفكير النقدي يدور في دائرة محدودة، هي دائرة النخبة، دائرة النخبة. لكن بعد ذلك لما جاء تراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد أن التفكير النقدي بالدعوة إلى التوحيد أصبح مشاعا، أصبح للجميع، حيث دعوة الأنبياء دعوة عامة للكل، وما أرسلناك إلا الناس كافة. وهنا يعني ارتبطت قضية التفكير النقدي بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنحن نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، هذه قمة التفكير الناقد، لأنهم يبدأون في نقد بالضاد، نقد ما عليه القوم من وثنية إلى غير ذلك، يبدأون بالفكرة، الأنبياء يأتون بالفكر دائما، فدائما ترتبط النبوة بالبيان، بالتوضيح، بالإقناع، بالتفصيل، بالشرح، بالتعليل، بتجلية كل هذه الأمور وتكون واضحة جدا، وهذا قمة التفكير النقدي. لا يقفون عند هذا الحد، بل يعدلون، بل يقومون ويخاطبون ويستغلون يعني أو يستخدمون يوظفون الخطاب الإقناعي والخطاب كذلك العاطفي. وطبعا
سنة الله في من يتولى أمر التفكير النقدي أن يواجه بالصعوبات وبالمشاكل الكبيرة جدا وبالعوائق العظيمة، وهذا واجهه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجاء التفكير النقدي بعد ذلك على يد الأنبياء وعلى يد أتباعهم، ويظل دائما هناك صراع بين الوثنية حتى لو تدثرت بأردية مختلفة الألوان والأشكال، وبين الفكرة. هناك كما يقول الفيلسوف، يعني أحب دائما أن أستدل بهذه النظرة الثاقبة للفيلسوف مالك بن نبي رحمه الله، حين يقول: لا يظهر الوثن إلا إذا اختفت الفكرة، والعكس صحيح، تبزغ الفكرة عندما يختفي الوثن. فهناك صراع بين الفكرة وبين الوثن، أو بين التشيع وبين الفكرة، بين عالم الأشخاص وعالم الأشياء وعالم الأفكار. فهذه كلها يستدلون عليها من منهج الأنبياء، تراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا هي موجودة أو يعني موجودة بطريقة ما وأخرى في الثقافة الإنسانية، إذا قلنا أنها بدأت أو كانت موجودة في التاريخ القديم في محاورات أفلاطون وفي الجمهورية إلى غير ذلك، بين السوفسطائيين وبين المثاليين وبين غيرهم. وكان يدور الأمر حول التفكير النقدي بصورة إيجابية أو التفكير النقدي بصورة يعني غير إيجابية، لأنه التفكير النقدي ممكن يعني يتشكل في صور أخرى، لكن يظل دائما من ناحية نحن كمسلمين ومجتمع عربي ومجتمع مسلم، يظل دائما الهدف عندنا هو وفي وجدان كل مسلم هو الخير ينتصر على الشر، الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الحق. فحيثما وجدت الدعوة إلى الخير وجدت الدعوة إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا في العصر الحديث يقال إن جون ديوي تبنى هذا الفكر، يعني يقولون هو أبو التفكير النقدي في العصر الحديث، وهو له يعني تعريف معروف. إذا اتسع المجال نستطيع أن نعرف التفكير النقدي عن جون ديوي لو أحببت حضرتك. طيب الآن أذهب إلى 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 الخرطوم. أستاذ غسان، إلى أي مدى يمكن لهذه الظاهرة العقلية التي هي التفكير النقدي أن تشكل معيارا لقياس مدى تطور المجتمعات من عدمها؟ يعني انتشار التفكير النقدي في مجتمع ما إلى أي مدى يمكن أن يكون قياسا دقيقا على مدى تطور هذا المجتمع من عدمه؟ يعني ظلت الحاجة دائما لتعبير أو لوظيفة النقد في المجتمعات هي أمر شبيه جدا بوظيفة النقد في العلوم الإنسانية. إحنا نتحدث أحيانا في العلوم الإنسانية مثلا في علم الاجتماع عن ضرورة وجود ما نسميه المدارس التحليلية النقدية، وهي التي تدرس الظواهر الاجتماعية وتعمل على تحسين فهم هذه الظواهر وبالتالي تمييزها واكتشاف معايبها. فنعم، النقد واحد من مظاهر التقدم، واحد من مظاهر أو الذي نستطيع أن نستدل بها على تطور البنى العقلية في أي مجتمع من المجتمعات. لذلك نعم، التفكير النقدي بما أفهم في العلوم الاجتماعية قائم على هذه الأداة التي ترصد والتي تراقب والتي تحلل والتي تفكك والتي تبين، والتي أيضا تصنع ما يمكن تسميته بالاسترشادات لمحاولة معالجة يعني مظاهر القصور في التجربة الاجتماعية لأي مجتمع عربي، بالذات يعني المجتمعات العربية ومشاكلها، عن غياب النقد في الأدب، غياب النقد في السياسة، غياب النقد حتى في التربية، في كل المظاهر. حاجتنا الآن أن هذا النقد غائب، هو مغيب في ظاهرتنا الاجتماعية، وبالتالي حضور النقد في المجتمعات نعم هو واحد من مظاهر تقدم هذه المجتمعات. صحيح. نعم، التفكير النقدي هو ما سنتحدث أيضا في بعد الفاصل، نواصل هذا الحديث بعد قليل إن شاء الله. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD.
حياكم الله، ما زلنا معكم في الحديث عن التفكير النقدي وكيفية تعميمه عربيا. أستاذ أحمد، بالرغم من أن هناك أصوات عربية تطالب بتعليم التفكير النقدي وتدريب الطلاب عليه في المدارس، فإنك قد تجد من يظهر توجسا حيال هذه الظاهرة، باعتبار أن هذا النمط من التفكير ظهر في أوروبا في مرحلة حساسة تمردا على كل المسلمات والثوابت، ومن ثم فإن هذا النمط في نظر هؤلاء من التفكير ينطوي على أبعاد قد لا تتناسب مع الثقافة العربية والإسلامية. هل ترى الأمر على نحو مشابه؟ لا شك أنه في الميدان التربوي والميدان التعليمي هناك فعلا، أتفق مع هذه المقولة بدرجة ما. نعم، هناك من يتوجس خيفة من التطرق إلى مثل هذه الموضوعات. يعني هناك من يقول يعني ما نحب الصداع، وهناك من يتجنب هذه الأمور أو مثل الكلام في هذه الأمور لأسباب أخرى أو عوامل شتى، لكن يظل هناك توجه لدى معلمين يعني ظاهرين وموجودين إلى توظيف التفكير النقدي في تفعيل المناهج، حتى لو المناهج لم يكن فيها، وإن كان هناك توجه الآن في المناهج، وهذا توجه يعني مكره أخاك لبطل، يعني موجود على مستوى العالم التفكير النقدي، وأصبح يعني يدخل المناهج بصورة أو أخرى. أحمد، عفوا، المقصود بسؤالي هو الفريق الذي يتوجس من هذا المنهج في التفكير يخشى أن تنشأ أجيال عربية تضع كل شيء على قائمة النقد، حتى الثوابت والمسلمات المقدسة في عند العرب والمسلمين. هذا مكمن التوجس والخيفة. هذه نقطة مهمة جدا، وهو طبعا تخوف. هذا التخوف كان موجود حتى وشكل الفرق، ما يسمى بالفرق الإسلامية في العصور الأولى. يعني إذا قلنا كان هناك المعتزلة، وكان هناك الأشاعرة، وكان هناك مثلا أهل الأثر إلى غير ذلك، ساهم ذلك في تشكيل هذه الفرق، مع أن الأمر أبسط من هذا. فإحنا لدينا في العقيدة الإسلامية وفي المنهج الإسلامي، وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إذا كانت مادة الفكر اللي هي 19 مرة تتكرر في القرآن الكريم، هذا فضلا عن اشتقاقاتها، النظر، العلم، الاستبصار، التفكر، السير في الأرض، كل ذلك. فإذا كان التفكير فريضة إسلامية كما سمى ذلك الأستاذ العقاد أحد كتب التفكير فريضة إسلامية، فكيف تخشى أمة التفكير من التفكير؟ هذه قضية خطيرة جدا. بالعكس، الإسلام يدعو إلى التفكر، إلى العلم، إلى الاقتناع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، دائما يطرح القضايا، حتى القضايا الأساسية، إله مع الله، النظر في الكون، الأدلة التي تدل والبراهين التي تدل على الوحدانية والمبثوثة، سواء كانت في الكتاب المسطور أو النازل والكتاب المنظور الكوني، كل هذا ما الذي يخشى المسلم؟ بالعكس، المسلم ينطلق وفي ظلال فكره وفي ظلال قرآنه وعقيدته لا يخشى شيئا. فيما يتعلق بطبيعة الإنسان العربي، وهنا أسأل الأستاذ غسان في الخرطوم، التفكير النقدي بحسب خبراء التربية وبحسب المختصين في هذه الأنماط هو تفكير مجرد نزعة فلسفية. هل يتناسب هذا النهج من التفكير مع طبيعة الإنسان العربي برأيك؟ هو من الأساس، من التعريف لوظيفة النقد في السياق الغربي يختلف تماما عن تعريفه أو ما نقع عليه في تعريفاتنا داخل الثقافة العربية. نحن نقول في الثقافة العربية أن تعبير النقد يقصد به التمييز، وهذا التمييز حتى في تعبير النقود يعني وكذا. لكن هناك تاريخ للنقد نفسه في الثقافة الغربية مر بمراحل كثيرة، بدأ شكوكيا ثم انطلق ليفكك المقولات الكبرى، وتقدم خطوة إلى الأمام ليضع كل معرفة يمكن أن تكون تتصل بالإنسان تحت
هذا المعنى من النقد. الثقافة العربية لا زالت حتى في تقدير المتواضع في المحطة الأولى لتعبير هذا النقد، أي أنها تعتقد بأن النقد ما هو إلا أداة أو آلة لكشف العيوب. ولذلك يمكن أن تلحظ تفاوتا في تعريف المفرد نفسه، المفرد نفسه، أو في موقع المفهوم نفسه داخل السياق الثقافي لكل مجتمع. لذلك أنا قلت في بداية النقاش أنه هذا الأمر لا يعلم، لا يدرب، بمعنى أنه لا يقحم هكذا داخل الظواهر الاجتماعية، وأن ينتظر منه أن يأتي بنتائج كما جاء بنفس النتائج التي كانت يعني في السياق الذي يخصها. يعني هناك إشكال حول خصوصية تعريف النقد، هناك إشكال حول خصوصية الوعي العربي، هي تختلف. لذلك موضوع التدريس، موضوع التدريب هذا على تدريب المناهج النقدية للتفكير، أنا قلت لك من الأول أنا أشعر بشكوك كبيرة جدا حول جدوى هذا الموضوع من الأساس. نحن نتحدث عن خصوصية عربية، لا يمكن أن الآن هناك في الثقافة الغربية. مكمن هذه الشكوك عندك يعني قياسا على الخصوصية العربية؟ وهذه نقطة مهمة هي في جوهر سؤالي. أي أنا أتحدث على أنه يا أستاذي هذا الظواهر الاجتماعية لا تنقل هكذا من مكان إلى مكان دون أن تراعى فيها طبيعة البيئة التي نشأت فيها هذه المفاهيم. لذلك أي شخص يريد أن يقف ويدعي بأن هناك لحظة عالمية وأننا نستطيع أن نأتي بمناهج من هنا وهناك لندرجها ويعني ونقحمها في سياقات لا تنتمي إليها، هذا أقل ما يمكن توصيفه بأن هذا توصيف غير واعي. هناك خصوصية عربية، هناك قضايا عربية. يعني لو ضربنا مثلا بسيطا جدا مفهوم مثل مفهوم الإيمان في الثقافة العربية، هذا المفهوم في سياق الغربي تم تجاوزه. نحن الآن نعيش عصر ما بعد الأنسنة في الثقافة الغربية، أي تكسير كل ما يمكن أن يوصى بأنه مقدس. هذا الأمر في الثقافة العربية يصطدم بهذا المعنى الذي نسميه الإيمان بالمقدس. لذلك أنا أقول لك أن مكمن شكوكي تتعلق بأهمية أن نولي مسألة الخصوصية داخل تحليلاتنا في النظريات الاجتماعية أن نوليها موقع الأهم. هناك خصوصيات، مسألة نقل التجارب ونقل المناهج من مكان إلى مكان، هذه مسألة قيمة، لأنه وإن أتت ببعض النتائج الجديدة إلا أنها ستكون نتائج مبتورة عن سياق حقيقي، بمعنى أنها لن تنتج فعلا حضاريا حقيقيا. طب عطفا على ما تفضل به الأستاذ غسان في الخرطوم، لو سألته السيد أحمد في القاهرة، يعني هل هذا النشاط الذهني التفكير النقدي هو نتاج بيئة علمية وفكرية ومعرفية محددة، أم أنه هو الذي يصنع هذه البيئة ويتحكم في إنتاجها؟ العلاقة هي علاقة في الحقيقة علاقة جدلية، يعني هناك علاقة بين البيئة وبين الإنسان، يعني هو الإنسان يستطيع أن هو يصب في هذه البيئة، والبيئة كذلك بلا شك تؤثر فيه. ولكن هناك نقطة مهمة، يعني نحن حين ننظر للمجتمع العربي أو المجتمع المسلم في الماضي لم تكن عنده حساسيات في تناول هذه القضايا. يعني مثلا كان عندنا ابن حزم وهو يعتبر من العمالقة الذين مسوا المعرفة مسا صحيحا جميلا قبل الغربيين بثمانية قرون، واستطاع أن يكشف المغالطات المنطقية عند المؤرخين إلى غير ذلك، والتي أخذها منه بعد ذلك ابن خلدون. بالعكس، البيئة العربية أنتجت، وكانت فيها حتى البيئة الإسلامية الغير العربية كان فيه تلاقح في الأفكار، ونشأ لدينا بسبب هذا التفكير اللي هو كان أصيلا في الحضارة الإسلامية، هو ليس طارئا علينا حتى أن احنا نخشى منه من أن هو يأتي من عندهم. نحن أيضا حين نأتي بالتفكير النقدي فإننا نمارس التفكير النقدي في اختيار التفكير النقدي، نحن نطبق التفكير النقدي حين نريد أن نوظفه توظيفا سليما، ونستطيع أن احنا حتى هؤلاء الغربيون عندهم يعني وقعوا فيما كانوا يخشون منه. إذا كانوا هم قد فروا من سلطان أو رهبنة الكنيسة فإنهم دخلوا في درواشة أو في سلطنة وسلطة المادة، وهم الآن يعانون من هذا الجانب. يعني احنا طبعا لابد ان احنا ننظر النظرة الكلية، فحين نأتي بالتفكير النقدي من عندهم، هناك نقطة لو سمحت، فلن نأتي بالأفكار القاتلة ان احنا نمتصها نحن ونقترها
كذلك، بالإضافة لأفكار ميتة ممكن تكون من مناطق الضعف اللي عندنا في التراث وليس مناطق القوة، ثم نجمع هذه مع الأفكار القاتلة اللي هي فعلا كما قال الأستاذ غسان جاية نتيجة معطيات عندهم هم، ولا نستطيع ان احنا نقوم بالتمحيص ولا بالتمييز ابدا. لو استطعنا ان احنا ناتي بكل ما هو جديد وبكل ما هو من مناهج تفكير، هذا تراث انساني مشترك وهم اخذوه منا كما قلت. يعني شوف حضرتك مئات الدراسات التي كتبها الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتبه الفلسفيه كلها حول ابن خلدون، يعترفون ابن خلدون هو من الذين ساهموا مساهمه قويه جدا جدا في اليقظه الاوروبيه المعاصره، وابن خلدون هذا عربي من حضرموت. طيب تمام. طيب يعني انت قلت ان يجب ان ننظر الى الموضوع نظره شامله، من هذه النظره الشامله انطلق لاسال الاستاذ غسان في الخرطوم، هل الدعوه الى تنمية التفكير النقدي وتعليمه وتدريب الطلاب عليه والناس، وسنتحدث بعد ذلك كيف يمكن أن يكون ذلك بعد الفاصل، لكن هل الدعوة هذه لنشر هذا النوع من التفكير بين الشباب العرب هو استجابة لحاجة عربية أساسية راهنة، أم هو انعكاس لهيمنة وعولمة غربية حتى في أنماط التفكير على العربي والمسلمين؟ تمام، أنا بفتكر كلامك صحيح أستاذ جهاد. أنا أسأل، نحن واقع الحال لا نملك من أمرنا الكثير يعني، وبالتالي حينما أنا أنظر إلى سياقات هذه الأداة التي تسمى أداة التفكير النقدي، وأنا مع الدكتور أحمد، نعم صحيح، نحن وكأننا نحتاج إلى نقدية عربية، بمعنى أنها تكون ذات صلة مباشرة بطبيعة التكوين الثقافي وطبيعة وجودنا الاجتماعي نفسه. لذلك يمكن أن يكون هناك بعض الآراء حول أنه هذا جزء من عملية الإخضاع، فكرة أنه حتى أدوات التحليل لابد لها أن تكون خارج بيئتها، وبالتالي طمعا بأن تؤدي إلى نتائج مشابهة إلى ما كانت عليه هناك. الآن بالنظر إلى سؤالك، أنا من أنصار الذين يقولون أنه الأدوات نقلها من حيز إلى حيز لا يضر إذا استطعنا أن نبيئ هذه الأدوات، أي أن نقتلع منها يعني هذه الطبقة التي صنعت نتائجها، ونحاول نتعامل معها كأداة تجريبية عامة ننتج بها أو نخلص بها إلى نتائج تخصنا. لكن هذا تركيب الفكر النقدي، بمعنى أن هناك منهجا واضحا نأتي به لندربه، بطبيعة الحال سيكون أيضا هذا جزء من فكرة يعني هذا تمييع وجودك الثقافي العربي ونقلك من حيزك الذي يخصك إلى أن تكون جزء مما يسمى الآن يعني تعسفا بالقرية الصغيرة. طيب، وقفة أخيرة ومن ثم عودة لاستكمال هذه الحلقة. أهلا بكم أستاذ أحمد. الباحثون المتخصصون في طرائق التفكير ومناهج التفكير يتحدثون عن أن أهم مجالات تطبيق التفكير النقدي أو تدريب التفكير النقدي هي المدارس، لماذا برأيك؟ طبعا لأنه هي طبعا المدارس هي بعد من الأبعاد، والآن أصبح ليست المدرسة فقط هي التي يعني مصدرا للمعرفة، ليست المدرسة وحدها مصدر المعرفة، أصبح الآن المجتمع كله مصدر المعرفة، أصبح الوسائل الاتصال والإعلام والشارع والفيلم والبيت والأسرة والمسجد، كل هذا يعتبر طبعا
من مصادر المعرفة، مصادر المعرفة مصادر متنوعة. أما المدرسة، المدارس فيها الاحتكاك المباشر بالمنهاج، المنهاج الدراسي. طبعا المنهاج الدراسي هو في مفهومه الصحيح هو ليس فقط الكتب المقررة، المنهاج الدراسي هو يشمل كل ما هو معطى تعليمي. يعني الطالب حتى لو هو في واحد وجه له نصيحة، لو والده وجه له نصيحة، دي جزء من المنهاج، المنهاج أشمل وأكبر من ذلك. لكن خلينا نقول إن المدرسة، يعني لأن فيها يعني سيستم شوية، فيها نظام، فيها ترتيب، فيها مواد دراسية متنوعة، فيها معلم متخصص، فيها لا شك إنه المدرسة بيكون عليها دور كبير في تدريب الطلاب على التفكير النقدي. ده المفروض، يعني اللي هو الناحية المعيارية، إما عن طريق دمج التفكير النقدي. وطبعا احنا بنتكلم عن التفكير النقدي في الحلقة، هناك التفكير الاستراتيجي، هناك التفكير الموضوعي، هناك أنواع التفكير الأخرى. إما دمج التفكير في المواد الدراسية التي يدرسها الطالب، كل المواد التي يدرسها سواء علوم تجريبية أو علوم إنسانية، وأيضا كذلك بالنسبة لتعليم التفكير نفسه بانفصال عن المنهاج، تدريب عليه. يعني هناك مدرستان في هذا النطاق، مدرسة ترى تعليم التفكير مستقلا حتى أن بعد ذلك ينتقل الطالب لنقل معارفه في هذا المجال إلى المواد الدراسية كلها بصفة عامة، وهناك من يتجه إلى دمج التفكير الناقد والتفكير الإبداعي وغير ذلك داخل كل مادة دراسية. إذا يعني أخذنا بمفهوم المنهاج اللي هو يقتصر على المواد أو المقررات الدراسية، فلا شك أن المدرسة تلعب دورا هاما وكبيرا، ولا زالت المدارس لها هذا الدور على مستوى العالم حتى الآن. وضحت الفكرة. لكن أستاذ غسان، أنت ترى أنه من حيث المبدأ لا مشكلة في تكريس منهج التفكير النقدي، ولكن وفق الخصوصية العربية، يعني هل لديك تصور عن كيفية تنشئة الناشئة، الأشبال، الطلاب، التلاميذ العرب على منهج تفكير حديث فيه ملكة النقد وفق الخصوصية العربية؟ كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ الأمر يبدأ بالمناهج نفسها أستاذ ديها. المناهج نفسها لابد أن تصمم على هذا المعنى. يمكن أن نأتي بمئات الأمثلة، إن لم تكن آلاف الأمثلة، داخل المناهج التي ندرسها في غالب مجتمعاتنا العربية. كثير منها لا يحترم هذا المعنى من النقد، بالذات المناهج المتعلقة ببعض العلوم الإنسانية، هل نقرأ في التاريخ أو نقرأ حتى في الجغرافيا وكذا. لذلك أنا تصوري أن الأمر يبدأ من صناعة هذا العقل، هذا العقل قبل أن نمارس فيه هذا الدور النقدي. نحتاج أن مبدأ أن تؤسس هذه المناهج على معنى جديد، معنى عقلاني، وهذا المعنى العقلاني هو الذي بطبيعة الحال سيجعل من مناهج التفكير يمكن أن تكون بسايدس، يعني جانبا إلى المناهج التعليمية، قادرة على أن تكون فعالة. فالمدخل الرئيس من هنا يبدأ، إذا تحدثنا عن المدارس يبدأ من موضوعة المناهج. لكن لو أردنا أن نذهب مكان أبعد من ذلك، الأمر يبدأ من المجتمع نفسه، لأنك لا تستطيع أن تتحدث عن طالب يعني فقط لأنه يجلس داخل غرفة مع زملائه وواصل بواسطة أستاذ، لأنه لن يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه. هذا المجتمع نفسه، المجتمع العربي نفسه، إذا سألتني ما الخصيصة الغائبة في وعي المجتمعات العربية، دون تردد سأقول الخصيصة الغائبة هي النقد. والنقد الذي هو موجود لدينا ليس نقدا بالمعنى المعرفي، هو نقد كما ذكرت لك قبل قليل، هو نقد كشافي، بمعنى أنه يبحث في معايب ذاك وذا دون أن يكون نقدا بناءا. النقد العربي الذي نمارسه الآن في سياق حياتنا اليومية، في كثير من تجليات التي يعني نباشرها، في فعاليات الاجتماعية المتعددة، إعلام وسياسة وفقه وكذا وكذا، هذا ليس نقد. الذي نمارسه في الأساس هذا ليس نقدا بناء. لذلك أنا يمكن أن أنظر الأمر أبعد من ذلك، أن أذهب إلى اللحظة أبعد من ذلك، لحظات قديمة كان فيها النقد الذي وجه وجوبها بكثير من الاعتراضات من لدن المرشد مثلا. يعني وضيفك الكريم من القاهرة العزيز ذكر أيضا ابن خلدون وابن حزم في ظاهريته. لذلك أنا صراحة مش قادر أفهم أنه كيف تكون المدارس معزولة عن سياق المجتمع، وبالتالي إذا درسنا فيها ودربنا فيها طلابا على معنى نقدي نستطيع أن نخرج أجيالا نقدية. هذا أمر، لذلك أنا شككت في مدى جدوى هذا الأمر.
لماذا برأيك هو ليس مجدي؟ وأي يعني أنت تقول بأن هذا أمر مجتمعي، إذا لم يكرس من الأشبال في مرحلة باكرة من الأعمار الصغيرة كيف يمكن تعميمه مجتمعيا؟ أليس المجتمع هو نتاج ما يحصل الأبناء في المدارس مثلا؟ ما نعم، يعني ممكن أن يكون نكر جيل شكوكي، يعني لديه اهتزازات ما، لأنه سيصطدم بمجتمع في عزلة عنه. دعني أقول لك، النخبة العربية التي تشكلت ما بعد الاستعمار كانت أيضا داخل هذا المعنى، كانت بشكل أو بآخر كما يقول فرانس فانون وجوه سوداء بعقول بيضاء، أيضا تلقت معارف ليس لها وجود في المجتمع. لذلك أتكلم عن إصلاح اجتماعي بالكامل، هي حينما تلقت هذا المعنى الخاص بها باتت نخبة معزولة عن المجتمع. وأنا أعتقد أننا لو قلنا بأننا فقط لنذهب إلى المدارس ونعلم هؤلاء الطلاب ونطلقهم ليمارسوا التغيير، فهذا أمر غير ذي جدوى. الجدوى الحقيقية هو وجود مشروع للإصلاح الاجتماعي، تكون المدرسة والأسرة والشارع والتلفزيون والراديو والبرلمان وكل أجسام الفاعلية الاجتماعية في المجتمعات العربية تمارس هذا المعنى، لكن فقط من داخل المدارس أن تتحدث عن عزلة جديدة طالما عانينا منها، وليس من دليل على من ذلك أكبر من هذه العزلة التي تعيش المجتمعات عن نخبتها. طيب أستاذ أحمد، أنت تحدثت عن لابد من وجود جهود لتعميم هذه الظاهرة، ظاهرة التفكير النقدي بين الطلاب وبين الشباب العرب، لكن أنت تلاحظ أن الوطن العربي الآن يشهد مرحلة من الاضطراب السياسي والأمني، إلى أي مدى يمكن أن تتأثر هذه الجهود بما يحصل سياسيا وأمنيا في الدول العربية؟ هو طبعا بالنسبة لقضية التفكير الناقد، هي لن تحصر في جانب واحد من الجوانب. أنا مع التكاملية التي تكلم عنها الأستاذ غسان، إنما لو قلنا أن هناك في اضطرابات ما بطريقة أو أخرى، أنا أرى أنه التفكير الناقد الرشيد الذي ينظر إلى مآلات الأمور وإلى الأبعاد، بالعكس قد تجد أن أحيانا الاضطرابات هي قد تتولد بسبب غياب هذا التفكير، ربما يكون هذا التفكير هو نوع من الرشد ونوع من، ولكن طبعا ضمن إطار الرشد أيضا ضمن الضوابط. فهذا أمر في غاية الأهمية، لماذا ننظر إلى الجانب السلبي فيه فقط؟ إنما لو كان يعني سلبيا، إنما هناك عوامل إيجابية كثيرة، لأن إحنا إذا تناولنا التفكير الناقد بمفهوم الشامل فلا شك أننا نستطيع أن نؤمن مجتمعنا، أن يكون مجتمع آمن، مجتمع متقدم متطور. وطبعا الذي سيتولى هذا الأمر ولكن برشد وبحكمة هو سيجد صعوبات. يعني احنا عندنا تجربة مثلا زي تجربة الإمام محمد عبده. الإمام محمد عبده كان يوجه، يعني خرج عن الإطار التقليدي والكلاسيكي اللي كان بيدرس في العلوم، وانتقل أصبح يعني قرر مقدمة ابن خلدون قررها على طلاب دار العلوم، وكان هو يدرس المقدمة ودرس كتبا أخرى في التفكير الناقد تعتبر مهمة جدا، وكان منفتحا على الكتب التي تثير التفكير، وقام لا شك بنهضة كبيرة ووجه يعني بحرب شعواء. ومع ذلك فإن الإمام محمد عبده لم يسكت على أرنست رينان لما هاجم الحضارة الإسلامية والعربية، وفي ليلة كتب كتابا رائعا، في ليلة واحدة كتب كتابا ينسف فيه كل مقولات أرنست رينان ويتكلم عن مبادل وعن ظلم الاستعمار الأوروبي، ودافع عن دينه بالرغم من أنه تعلم الفرنسية على كبر ولم تقف حركته عند هذا، بل كان بعد ذلك هناك خرجت أجيال من وراء الإمام محمد عبده تتسم بالتنوير الإسلامي. طيب حتى لا يتحول الموضوع إلى تاريخي، أستاذ أحمد يعني بدقيقة من فضلك، يعني عبر الأستاذ غسان من الخرطوم عن رؤية بأن هذا الموضوع لا يمكن أن يكون فقط حكرا على المدارس حتى لا تكون معزولة عن المجتمع، وإنما يجب أن يكون في سياق مشروع متبنى للمجتمع كله. هل لديك تصور كيف يمكن تعميم هذا النمط من التفكير في المجتمع؟ طبعا ممكن بالبداية
يعني حلقة مثل هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن هذا الموضوع، ونستطيع أن نسأل يعني سؤالا، كم حلقة عن التفكير النقدي في الإعلام؟ أنا أشكر حضرتك على هذه المبادرة. كم حلقة، كم جريدة، كم مجلة، كم حتى دورية من الدوريات اللي هي بتمثل الخطاب الإسلامي تتناول هذا الأمر؟ للأسف إحنا أحيانا يتسلل الكهنوت والرهبوط حتى في مؤسساتنا وفي أفرادنا وفي أسرنا إلى غير ذلك. يعني نحن في حاجة بداية إلى غرس القناعة. أنا هدي لحضرتك مثال صغير لو في وقت، بس عشان أقول لحضرتك أن البداية فعلا من بنصف دقيقة من فضلك، بنصف دقيقة. يعني أقول لحضرتك في أحد الكتب، كتاب من مناهج التربية الإسلامية في بلد عربي، في سؤال جاي في المنهاج، أو الأسئلة اللي هي التقويمية اللي في آخر الدرس بعد الدرس، في أسئلة أساسية بتسأل، يعني أسئلة مغلقة، متى، أين، مش عارف. وبعدين في سؤال في الآخر، السؤال وده في المنهاج بيقول إيه؟ تصور نفسك سجادة للصلاة، تخيل نفسك أنك أنت سجادة للصلاة، وكان عبد الله يصلي على هذه السجادة، وبعد ذلك لم يعد يصلي عبد الله، أو تعرف على صحبة سيئة وترك الصلاة أو أهمل فيها. ضع نفسك مكان السجادة وخاطب عبد الله من خلال السجادة. أنت يعني إنسان يكون سجادة ويكلم عبد الله. تخيل حضرتك أن هناك من، وأنا طبعا يعني لا أعمم وإلا هنقع في المغالطات المنطقية للتعميم المتسرع، لكن هناك البعض استغرب السؤال وشطب عليه وقال للطلبة هذا غير مقرر، اشطب عليه. هو سؤال جميل جدا، يعني سؤال مفتوح، سؤال عقلي ووجداني وسؤال شامل، سؤال رائع. فالمنهاج موجودة، هذه لمسة إبداعية ولمسة مفتوحة. ولكن شوف حضرتك قناعة، هذه مشكلة. وضحت هذه الفكرة، لكن لو انتقلت مرة أخرى وأخيرة إلى الخرطوم، أستاذ غسان، أنت يعني هذا المشروع، مشروع تعميم التفكير الناقد في المجتمع، يحتاج إلى عاتق يتحمل هذه المسؤولية. برأيك من يملك المقدرة على تبني هذا المشروع ونشره عربيا في هذه المرحلة؟ هو مبدأ لابد أن يتحول المشروع إلى قناعة سياسية. أنا عندي قناعة كاملة أن المجتمعات العربية التغيرات الكبرى التي تحدث فيها بالسلطة. فإذا وجدنا سلطة مستنيرة أرادت أن تطور مجتمعاتها وأن تتقدم به خطوات إلى الأمام، فهذه هي الفاعلية الوحيدة التي يمكن أن تمارس تغيير حقيقي في المجتمعات. أشكرك. ختاما أشكر ضيفي الكريمين، كان معي عبر سكايب من القاهرة الأستاذ أحمد عبد الباري المستشار التعليمي، وكذلك شاركنا عبر سكايب من الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، في حراسة الله.